مجموعة من التصاميم العصرية المبتكرة بلمسة تونسية من الأثاث والمفروشات والديكورات المنزلية التي أثثت أروقة معرض الأثاث والهدايا بمركز تونس للمعارض بالشرقية. أكثر من 80 عارضا من مختلف الجهات قدموا منتجاتهم بأسعار تفاضلية. كل ما يخص العائلة التونسية من بيوت قعاد بيوت صالة كيف كيف بالنسبة للمشاعرس وجدد حاجات تخصهم جبنا بيوت فطور بحكم كونه تو احنا في بريود راس العام وقادمين على رمضان. اما اقبال من طرف التونسيين بالخارج المفروشات الكل الزرابي موجوده، الزرابي نتاع الصالونات، الزرابي نتاع لي سال دو بان، الزرابي نتاع الكوجينه، نخدموا على ان نبتكروا ونخرجوا حاجه جديده اللي تفرح التوانسه الكل ونفتخروا برشا معناتها بمنتوجنا التونسي. فما تطور كبير في المنتوج بالنسبه للاثاث والابداعات، معناتها كوليكسيون متطورة على الاخر، معناتها كل شيء موجود، فما برشا شواء معناتها حسب الاذواق، معناتها الحب الكلاسيك والمودرن، وكوليكسيون 2024 تلقاو برشا شواء. فما بمناسبة زيادة راس السنة تخفيضات هامة، منتجات حازت على إعجاب الزائرين خاصة الذين يحبذون اقتناء مستلزمات منزلية جديدة وهدايا تذكارية لاستقبال السنة الإدارية الجديدة. شوية حاجات للدار كما الناس الكل، كما تعرفي راس عام لازم نشرو حاجة جديدة ونجددوا معناه، وباهي نستقبلوا العام بحاجة جديدة. فروشات مثلا تحف للدار اللي أنا نستحقها. جيت باش نشري صالة وبيت نوم، فما برشا موديلات تحفونين، موديلات تاع الصالة جدد نوفو موديل، دي صالون زاد حسب الذوق مزيان فهمتني. بالنسبة للعرايس القادمين على العرس يلقاو حاجات مزيانة لهنا، أما الديكور والجارديناج كل ما فماش اللي حاجتي به ما قيتوش لهنا. ويتواصل معرض الأثاث والهدايا إلى غاية 31 من هذا الشهر الذي يمثل فرصة لتنشيط الحركة الاقتصادية مع تزامن قدوم السنة الإدارية الجديدة.